السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال ازاي اعمل سقف مايل وازاي احط فيه التسليح بتاعه او البيم سيستم. فهقول له وول تمام، وهبدأ ارسم غرفة بالشكل دوت تمام. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل روف تمام، الروف في ليفل 2 تمام. طيب هقول له اوفر هانج اطلع لي باتنين مثلا تمام، يعني بقى يعني المربع اللي انا هرسمه خليك ترسم بره شوية تمام. فممكن اعمل السيلكت بالشكل دوت على الحوايط تمام، وده بيستو ان لو حد عدى في الحوايط هيتعدل في الشكل على طول. هقول له موافق واقول له اعمل اتاش للحوايط لحد ما توصل للسقف، فهتطلع معايا بالشكل دوت. طيب انا عايز ابدا اعمل اعرف ان انا هعمل التسليح بتاعي بالجزء اللي مال دوت، انا اقدر اتحكم فيها بالشكل دوت لو انا عايز. طيب هاجي اقول له بالاركتكشر انا شو، هيوريني الحاجه اللي انا هرسمها، اي حاجه هرسمها اي بيم هرسمها هترسم هنا. اقول له لا ست، انا عامل انا بك للحاجه اللي انا عايزها. طيب انا عايز السقف من تحت، فاقول له واير فريم عشان اقدر ابقى شايف بك قبلان. واروح بقى مختار اختار الجزء ده تمام. كده السقف بتاعي اي حاجه هرسمها هترسم على الجزئيه دي. اوكي ممكن الغي بقى شو، خلاص انا عرفت انا عايز اعمل ايه. واقول له من ستراكشر هقول له بين سيستم تمام، وابدا اختار شكل البيم اللي انا عايزه. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل بيك لاين للخط دوت تمام، والخط ده والخط دوت. كده انا عملت الحاجه اللي هحط فيها البيم. وبعد كده هقول له البيم دايركشن من هنا لهنا بالشكل دوت، وهقول له موافق، فيبدا يعمل لي البيم زي ما احنا شايفين بالشكل ده تمام. طيب عايز تعمل له بقى ميرور الناحية التانية، ممكن تيجي تعمل كده وتعمل سيلكت على البيم سيستم كله، وبعد كده تقول له أنا عايز أعمل ميرور من المنتصف هنا سناب ام اه. طيب ممكن تعمل ترسم أي رسمة، خلينا ندخل هنا في ليفل 2 تعمل سيلكت على السيستم بتاعك، تقول له انا عايز اعمل ميرور من هنا لهنا، فيظهر بالشكل دوت اه. برضه نفس الكلام للوجهتين دول، هقول له انا عايز اعمل ست، واقول له بيج ابلان، واروح مختار البلان دوت، اقول له شو عشان اتاكد ان انا مختار صح اهوت. طيب وبعد كده هقول له انا عايز اعمل بيم سيستم، واروح قايل له انا عايز ابدا انا اختار اهوت. وهحدد له الدايركشن بتاعي من هنا لهنا، واقول له موافق، فيبدأ يرسم لي بالشكل دوت. ابدأ اعلم عليه، واروح قايل له انا عايز اعمل ميرور من هنا لهنا، فيطلع معايا بالشكل دوت.